واش انت مصدش تجي لبيرمي ودخلتي في طاكسي اه واوا solo
وسهلا. اليوم ان شاء الله سمحوا لي ما قدمتش لكم التحيه في الاول لاني جيت مع الافتتاح. اليوم الوليد ديالي عنده ان شاء الله مباراه ديال التنس، ها هو راه مقابل معايا وحشمان اسامه. كنتمنى الدعاء ديالكم ان شاء الله بالفوز. غيلعبوا ان شاء الله مع بديت بن قرير، يعني الجيران ديالنا المدينه القريبه لينا. كان ابن ديالي كيمشي تماك وكيلعب، ولكن اليوم وطلب من ماما قال لي ادعي معايا. قلت له انا وليدي الله ينجحك، حتى داك الوليد اللي غيلعب معاه ماما حتى هي كدعى معاه، يعني انا ما عنديش مشكل. الفوز لهم ان شاء الله الجميع، مرحبا بكم. ومازال ان شاء الله الفيديو طويل، وانتم كما كتشوفوا الوليد راه هو هو الثالث، راكم عارفين المتابعين ديالي. وهذيك الفرقه الموسيقيه اللي تابعه شركه الفوسفات، واحد جوله خفيفه على التيران ديال التنس. هذا الفيديو لمحبي التنس، وان شاء الله ملي غتكون المباراه ان شاء الله نقول لكم الفيديو. مع السلامه وتحياتي لكم.